السلام عليكم خواتاتي الكديري، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، مبروك العواشة، مبروك الجمعة. اليوم الجمعة، جمعة مباركة عليكم كاملين. أول مرة غنبدا معكم فيديو البنات من هنايا من البيت، وغادا خارجة وبغيت نشارك معكم إن شاء الله، ندير معكم فيديو هذا الغير هذا. غادا نمشي عند أم ميلودة اللي كتجي عندي دايما. صراحة فين ما بغيت نمشي عندها كانت كتوقع عليا شي حاجة في اليوم، وقلت غادي نحنت وغنمشي عند خالتي ميلودة، وبغيت ندي لها معايا ان شاء الله القصريه ديالتها. ها هي، المهم قالت لي باش كون جايتي معاك قصريتي هي هذه البنات، بغيت ندي ان شاء الله القصريه. المهم البنات، من النهار اللي كنت، النهار اللي كنوقع لي المشكل وداك الشيء ما كنتش كنطيب الصراحه، مسكينه جابت لي كسكس داك النهار، قالت لي ما طيبي ما شي حاجه. ودابا مرت ولدها قالت لي انا غنجي، قلت لها نجي ديني معاك، ما نقدرش نجي لسماني، ما بقاش معايا شي واحد. المهم البنات، ان شاء الله نتمنىكم تكونوا بخير، ديروا لي لايكات، شوفوا كثروا 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 من اللايكات بزاف 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 ان شاء الله باش هذا الفيديو يطلع. ودابا غادي نهز قصريتي اختي ونهز نضيضراتي بصون بلا ما ندي، ندي غير السويرت. فين هو السويرت بعدا؟ عرفت فين هو السويرت؟ نشوف ها هما في الباب البنات. المهم راه نلبس نضيضراتي، راه حيدتهم قبيله ونمشي باش نمشي ان شاء الله عند خالتي بنو دار. قالت الشتا بغيتي نشوف الشتا، تصب الشتا نمشي نجيب مظله ونجيب باش نخرج نيشان، نخرج نيشان. وقيلا جات، وقيلا جات بلاتي نشوف بلاتي البنات. المهم هاد الفيديو غنبقى جات لعندي اختي. ها نهارتي سمعتك كتقول دنيا، هاتي سمعتك وراك كتعيط لي دنيا من الداخل، قلت راجلي راه وقيلا كتعيط لي شي وحده. لا يحشم يحشم ما يقدرش، لا عرفتي ما يقدرش يحشم، قلت لك معانا وانا جايه وكنقول يا ربي نلقاها خرجت نتلاقى. عرفتي كنسمع ديك سميتو دنيا، وانا بعض المرات كنسمع السميات الله يسر، كيعيط لي شي واحد واخا ما كاين والو. ويلي غتهز هي، شوفوا جات دارت القصريه، قلت لهم كانت جابت لي فيها مسكينه كسكسو داك النهار. عرفتي يا البنات كتصب الشتا، كتصب الشتا وبارد. ها هي واحد الشتيوه حافظه حدايا، نقلب لك نشوف كاينه واحد الشتيوه. تبارك الله ما شاء الله، ما نعاودش لك الخير. الخير هذا خير تاع مولانا. عموما باش غادي نطفي الكاميرا، نخاف اختي اللي يكرموني عاوتاني، راه كنقول لهم باقي حتى باقي الجرح جديد، باقي ما سبعش، كنقول اجي قطع الله يا بوت. انا رزع عليها هاد القصريه، القصريه راه رزع علي حيت صافي عييت بالصبر، عييت عييت بالصبر. راه اختي حافظه كيحكروني دايما، انت حدا اللور دير راسك الله. وما بدات هانتوما الشتيوه تبارك الله ما شاء الله. صافي هذا دابا كان، هاو معايا حفيظه هزه قصريه والله لا يسرع في المدرسه. هاد البلاصه راه الحديد، ها شرا شي ارض البنات، هاد شرا شي واحد هاد البلاصه وسدها، كانت محلوله. قال لك هذيك القيله لا، قال لي راه غيديروا فيها قوي، عمروا فيها الطوموبيلات يقولوا ليه حتى تجيك سيد. لا واحد السليه في الشكل ما عرفتش كيقولوا ليها. دابا نقول لك تي تفكرت ونقول لك والو جوا، حنا غاديين البنات غنقطع التليفون. راه صحاب الحسنات نخاف اختي يدوا لي التليفون، يلا كما قلت لهم باقي ما سباش عندي. وملي غادي نوصل عند مي ميلودة، المهم ماشي مشكل غندير لك الوجه، ملي نوصل عند مي ميلودة غنشارك معكم ان شاء الله مهير. ولكن راه شتي واخواتاتي الصراحه الله يعطيها لنا على قد النفع يا سيدي ربي، والله يفرحنا في هاد العواشر. بقاو معايا يلا، بقاو معايا راه خفت، بقاو معايا. السلام عليكم البنات، انا جيت عند مي ميلودة بنتي الدنيا مرحبا ميت مرحبا. السلام عليكم كل المشاهدين، لاباس عليكم على خير؟ ايوا الله يحفظكم ليا كامل. اش كيقول هذا نفرتك معاك ولا اش كيقول؟ انا باش اش راجل نفرتك، يقول اش غتفرتكي؟ نفرتك الجبله باش اش، باش اش لا كل واحد اش يقول؟ ما عرفتش نقردر فيه، نقردر فيه صح، نقردر فيه صح، نقطعوا المسمن. نهار كبير انت تتعدي بنتي دنيا اليوم، ها انتم راه شحال نعيط لها، راه كان بغى الله سهل هي جايه صاحبي، راه خاصنا نقيو لها الورد والله العظيم والصغاري زين العلام. مرحبا تاكل خير والله، الله يحفظها ويحفظ جميع المسلمين يا رب، الله يحفظكم جميعا امين يا رب. كل ما كيشاهدنا شحال من مره عيطنا لها وشحال من مره، ورا قبيله ني دوات معاها امي قالت لها لا لا بعدا حيت حنا معروضين نتوما ماشي دابا حتى الليل، قالت لي واجي نديروا شي حاجه خفيفه ونحيدوا. قلت لها وانت تهضري مع اوديو ديك الساعات، قالت لي كون عيطنا لدنيا تجي تغدى معنا نديباني وشي حاجه وتهضر معاه، قالت لك اجي تبارك الله الفيسه قالت لي نديروا معاها كسكسو ان شاء الله، يعني تصيفطت قرب رمضان ان شاء الله ما كنديرش في رمضان بزاف. قالت لي ما عرفت نديروا شويه كسكسو ولا نديروا شويه ترفيسه، ومشى الحال باقا مازال طلع السوق تقدا كلاش تقدا، اجي نديروا رفيسه كلشي كاين.
غنديروا عرفيسه بعدا سهله ومع الشتا كتصب والبرد هي هذه. قال لهم المرض ما كانش واش كنبانوا لهم حنا كتباني كتبان لا كنبانوا كنباس بانوا اه باش يقولوش لك غابة علينا من لا لا كتبان والمسمن كيبان تيبدا خلينا نبداو معاهم وكل شيء كيبان عاد جات زيد تتعاون كنت نبداو معاهم اللي كنديرو ماشي حتى طيب باش الناس يعيشوا معنا كاع الاجواء وهالبلول ديالنا انتم راه موجود هذا كل شيء موجود تفضل كيما راه بنتي غتخرج مع الصوص زعما كنعلمو تتغدى مسكينه باش تجي لها شويه هنايا باقي دير لها شويه لها شويه هنايا بنتي سقيو البنتي اسراء بنتي اسراء هذيك ان شاء الله يا ربي الله يرزقك بالخير مات كل خير بعدياتنا بنتي الله يرضي عليك الله الله يحفظك صحيح صحيح تقول شكرا تقول شكرا تقول شكرا تقول شكرا تقول شكرا تقول شكرا تقول مع الناس وكلتي بحالكم مع العائلة طبيعية لا شنو ما كنتيش بحالكم مع الناس وجمعتي والقيمة قسمنا خويا فمي راه ماشي خوت ماشي خوت كامل وقت الحزة ما كنكونش عقلت لا فين قلت لي بغيتي نجي معاك فين كنضحك 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 إلا كانت كتخرج معنا اللحم والخضرة وكتعطى في سبيل الله توكلي بلاصتي كيجي داكشي بكثرة كيدخل بكثرة تبارك الله راجلي كان خدام تبارك الله وكان يجيب وأنا كنت كنغوت الله يسمح لي دابا فين هو؟ كنت كنقول لهم وابا فين غنديروا هاد الخضرة اللي جبتي والثلاجة عندنا عاد صغيرة فين غنحطوها؟ فين واحد القضية حنا ما كنحطوهاش كيجي بالتقلية أسمعي حنا اشتاقيناه سمعي سمعي كيجي بالتقلية بزاف الحمد لله باقي كيجي بالراس بزاف وخصو الغسيل خصو يتكرد هذيك التقلية خاصها تغسل أنا وخديجة ديك الساعة كيتقهروا ولا تكيتقهروا وابا قهرتينا التقلية بزاف واش ما يغسلها وجه ولينا نقولوا دابا عجيب شغله اش كيقول لنا والله الا توا مسكين كيقول لنا عاغسي داك الشيء ونقيه راه شويه عطيو لهادي شويه وهذيك شويه وصافي على عائله ولا انا راجل مثلا نصيفط الدريات نصيفط دابا انا راجل جيب شي حاجه بديت نقر يقول لي راه يلا نديها اللي كيعرف والله هذيك حتى انا ما كنعرفش ليها وكتجي ليا يوم الليل كرهت شويه كيقول لي كل نجيبها لك في يامات والله ما كنتش عارفه بس الصراحه ما كنعرفش ودابا بنادم عيا ما بقاش يخدم مسكين ولا جالس ولا لا ماشي عيا المعيشه لا راجلي انا عبد الرحمن مسكين لا كانت ديك الساعه حتى العين ديال بنادم واعره عرفتي هي حدا في الحانوت فين خدام يقول عبد الرحمن لما كيتقدى كيتقدى بالخناشي وبصح كيتقدى بالخناشي كيجي بخنشه ديال البطاطا خنشه ديال البصله خنجة الخضرة تلاه مخلطة حق الله العادي ماشي زعما كتجي واحد الوقت كيجمل ودابا دابا كيتلاقى مع هذوك الخضرة في السوق اللي كنمشي معاه نتقدر شحال مرة كنمشي معاه كيقول لها فين عبد الرحمن هذيك التقادية ديالك وفين وليتي تهز 3 كيلو 2 كيلو 4 كيلو تمشي بحالك الزمان صعيب اه ما بقاش لا عيا راه هو كبر صافي فالا دابا خسروا بلاد خصو يهزو خسروا بلاد خصو يهزونا بصح بنادم كيكبر راه خاصه الله وما يبداش بقاو معايا ان شاء الله في هذا النهار ان شاء الله معايا الاجواء كلها ان شاء الله يا كمال ان شاء الله كلش على طبيعتنا حنا راه خليتهم داويين وانا رشاد عليهم مزيان معايا كتبانش حفيظه قبيله تحجوا معايا مصور في الشام ونعاود شنو وخايفه وترعد قالت لي خايفه ولا باقي ما سبعش عندي بسم الله ما شاء الله الله يحفظك قلت لي يلاه يا بوس انا رزعوا لي هذه القصريه عزيز قالت لي القصريه تهرس عليهم الله العظيم خاطر وانا نقول لها قلت لها لا وقف لك كون يديها في الزنقه لا وقف لك بحال الاخر غادي مسكين يجي في الصباح من 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 الشعبي وشوفي شوفي لا الزنقه ما تخافيش لا الزنقه ما تخافيش دابا هي راه كتقولها قالت لك انا كون مشى ليا في الزنقه ما يبقاش فيا الحال غنقول انا اللي جبدته عرفتيش بقى هنا مشيت نديكلاري نهار اللي تشري التليفون مشيت نديكلاري نهار اللي تشرب بالضبط في الزنقه مشيت غدا في الطريق انا وبنتي في الكوميساريه وشادها من يديها من حيت كانت معايا ومني مشيت غدا في الطريق وداك مول اللي كيدير الدراري الصغار سميتهم ترونسبور ديال تريسي كيهضر هكا وما يدوا لي التليفون لا لا قدامي عرفتي وانا نقول لهم واش هذا الصدف هذا شوي ولا شوي عندك شي تردي الشفار داك اللي هو الشفار بحال هكا صافي هما يتبعوا ولي نطلعوا انا نقول وتليفوني بجاب تليفون بولت وانا تليفونكم مشى واش هذا الشفار ماشي وكنغوت وانا بحال تغوتي على راسك وعلى الدسي وبقاو كيديروا فيا الناس هادي مالها ما فتحيت بلاصه صافي وقعدت تطيتي بعد قربت للماتش ديال سيدي وراه يكونوا يعرفوا يلا حبيبي مسخنات هادوك راس الحانوت ولا مسخن ولا كل واش نقول ولا واش نقول لهم راني دايره عمليه قليل خاصو مزاجي شويه لا بعد البرد شنو كيليق
هاي لما نبدا كيبقى سخونيه نديرو معاه التوصيفت كاين الازواق راني في اخرى. خرجوها البنات شوف تبارك الله، ها هي ديال اسراء وهي ديالنا حنا، وها قصريه اخرى خرجت عاوتاني. دابا سكتنا درك ديما تبارك الله الخير الخير، الحاجه اللي كيكون فيها بسم الله وكاين البركه. نحينا في هذه الحيده بركه ديال الله سبحانه. سير هانتوما مرحبا بكم المتتبعين عندنا كاملين. هانتوما والله نصايبه من مولود نحطو هنا. هانتوما شوف الخير البركه الحمد لله. وجهها ايتها ما تمشيش عليها. انا صراحه كنبغي كلشي على طبيعتي، كان عيا شوفي عيا ما نزوق، ولكن ملي كنشوف راسي كنقول شوفوا اللي بغاني غيبغيني اتفق انا اللي بغاني غيبغيني على طبيعتي. باش اليوم زوقي غدا ما عندكش باش تزوقي. اه اليوم عندي باش اليوم غندير اليوم ندير رفيسه غدا ما عنديش باش ندير رفيسه. ديما نبقاو عاديين عاديين اختي ما نزيدش بالبركه. البركه راه بوسيه بزاف. اه غاتشرب زحت شويه صحه تشرب شويه بالبنيه وهذاك الحد في القدر. شرب 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 هنا خليته تشرب شويه صافي خلي غادي يدير صافي بارك عليه. زيد واحد شويه هنا هنا شويه شويه هنا زيد شويه صافي. كنا نرجع عشقه ودرناه صحينا يا حفيظه. اخلي الطبلة نحيدها اصلا. المهم دجاج تقاد معاها صافي ما تجيب لي الا ما سخيتش بها نبقى نزيد فيها. لا خليها تديرها مع خبيز. انا كنت نديرها خباط ملي ما كنلوحهاش كنهز الخبز وكنديرها معاها كيعاود ترجع تفكر حيت ديال رفيسه زوين فيه الدجاج وفيه مسخن فيه الزيت العود السمن. ايوا شتي اختي هاد الشيوه هادي راه الشيوه يا البنات تبارك الله ما شاء الله فيها الثومه يعني كلشي سخون. كانت معايا حفيظه هانتوما لاله دنيا الله يحمد ليكم مهير ونقول لكم على بنت كاع ما كاين لا ناكلوه من تم ولا نمشيو معاك طيبي لينا وحده اخرى. عاودت لي واحد المره قالت لك واحد النهار مشينا نديرو رحله قالت لك الطاجين تهرس لينا ديال الطين قالت لك عندنا ناكلو من تم. قلنا لا واش غديري مكتاب لي تهرس السم عندك ما ديري لي صراحه بقى شي حاجه مكسرة. وييه انت بنتي صفطت المدرسه ما شفتش هي جات المدرسه راه بنتي سميتها اسراء حتى بنت حفلت سميتها اسراء. هيا مي ميلودة شدي عمي ميلودة قولي اش ديرك حسنا قوية بنات تبارك الله عليكم ابنياتي واهل كلشي والاخوة الخوت ديالنا والمحبين ديالنا وديال بنتي دنيا تبارك الله عليكم. ها بنتي رجعت لها البشرى ها انتم صحة الله العظيم رجعت لها الضحكة انا رجعت ديك دنيا اللي عرفنا نهار سبعة علاش رجعت لي الضحكة الحمد لله حسيت بالدفء ديال الاسرة الحمد لله الحمد لله مرحبا بك والله حسيت بواحد الراحة والله دنيا جي مرحبا بك وقت ما جيتي انا راه ما كنخرج شوفي انا عندك السبت وحد اللي كنخرج ومازال السبت العشية عاد كنخرج ما السبت نهار كامل انا في الدار والله عرفتي ملي دخلت بغيت نعم غادي نعاود مسمن عندك السيمانة كلها حنا راه في الدار كتكون احسن جمع هو ديال بحال هكا صراحه الناس ما عندهمش والديهم زعما مرحبا بك داركم هذه 100 مرحبا و100 مرحبا اي وقت يلا كلوا بسم الله ناكلوا بالايدين كلنا الايدين لا عيدينا بغيتي عشقه ها جيبي لي عشقه ناكل بيدي واقيلا سخون اللي عجبك كتبشر الله تفاسك لا شويه ولكن كاين واحد البرد كتنقط لا كتنقط والله يا بنتي على بريد شي كتنقط شويه 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 كاين البريد شويه شويه البرد ديالها سبحان الله اه غنسد ولكن صراحه عندكم الحال سخون عندكم الحال سخون نعمرو فتاي من بعد ما كاينه الرفيسه عرقناها يا رفيسه انتما براد مسوس وبراد حلوه براد لمي وبراد لينا براد لمي ميلوده وبراد لينا تشحر برك علي واقيلا ديال مي ميلوده اللي تشحر وهذا ديالنا حنايا باقا كتصوب البنات. ها هي مي ميلوده طيبات لنا كوي ساعتي نقولوا حافظه قولي لي تنقصوا مني انا ما ندير والو. لا هانتي بعدا قلتي بعدا سميتي اخيرا مولا عرفتي كنقولها البنات كنقولها رقيه قالت لي واخا سعاد يلا تحيه لسعاد وتحيه رقيه وتحيه لكل شيء. هانتوما مي ميلوده درتنا بغيت ندير اتاي هنا بغات شنو باقي ديرها مي ميلوده زميتها زميتها شنو كبيتي فيها راه قلت ليها زيت العود اها وبس صايبتيها وصايبتها بالشعير بالقمح وبالحمص اها وبالعدس وديك الصوص وش طحنتي صافي هادشي درت كله كليته وطيبه اللي بغى يعرف الوصفه في القناه ديالها. هذا العسل دير معايا العسل اللي بغى العسل بغيتي تعسل لا انا دابا راه شوفي راه غادي ندوق راه ما عرفتش اول مره غندوقها ما ديرش فيها حتى تدوقها راه فايشه فايشه ضيق خاصها تدوقها بالسلم ماشي تدوقها مسوسه
راه فايته ضيقه هو قلنا هكا فهمتي ديريش فين السلاحه ما كاين ما كيبغيش السلاحه فيها لا لا بالعكس ها نشوف انا ندوق شوفوا عجبتني غنخ لا بصح حيت كل واحد مسكينه قالت كندوق نشوفك قالت لي غنعطيك شدي معاك وانا نقول لها حبسي قلت لها ندوق نمشي نضيع عليكم تكوني انت على الدواء وانا نمشي بدا نديها هي زوينه مزيانه لك الصراحه صح راه بنتي حتى بنتي راه مريضه هيا الوصفه البنت اللي بغات تجربها تجربها كما قالت لكم فيها الحمص فيها هادي وصايبوا لوالديهم لميماتهم عرفتي راه زوينه كان فيها إلان إلان فيها الحمص فيها العدس فيها الشعير افضل حاجه هو الشعير ها انتم حتى نسلوا باش ما تقولوش ها وإلان رفنا ها انتم سلوا البنات احنا صايبناه قبل الوقت صايبته قبل الوقت لا وين صايبوا اليوتيوب ما عاودش لك تحضير كل نهار ونهار انا صايبت هادشي ماشي صايبته ديال الدراري انا صايبته عليا ستيشيت اللوز خدت شدي من هادو صايبته صافي بركه انت ها هو جواعر جا حسن ها بركه الماء لا بلاتي نبردوني شوفي دوني عاقل عليها الخس ديالها كيف التخلاط ديالها لا باش تعرفي التخلاط ديالها كيفاش كتسيب واحد شويه راه حيت ها انت كتشرب حيت كتسد الكيفاه كتشرب كتشرب دابا غندوق واحد العواشق ونقول بسم الله ونشوف كيفاش جاتني اللي عجبتني نقول لكم الوداع راه يدي معايا ما عجبتنيش عادي كنقول واحد شوفوا فيديوهات على الطبيعه حنا ما كنقصوا طبيعه صافي طبيعه حنا ما عندناش داك السواق الله يحفظك امي الوداع طبيعه ها كي معلقه شوفيش هنشوفش اشوفي انا شدي ليا شدي ليا نشوف انت حافظه هانتوما البنات هذه زميطه سميت هذيك الزميطه كنت صغيره دقتها وقينا مره وحده من الامه ما دقتهاش مخلطه دقتها هكاك سبحان الله حنا كيديروا عندنا ولكن صراحه عندنا كيخلطوا على بزيت العود والماء طايب ما كيديروش العسل كيديروا السكر كيديروا الملح كتجي مالحه شويه انا جبت توكلنا على الله بسم الله الصحه اول مره عندك شي حاجه زعما كاين شي حاجه صح يلا سيري شي حاجه غريبه مثلا توكلي على الله غتحاربي زوينه حلوه وزوينه صح غدات فيها السكر باش تاكلي راه عفريته حامي لا انا كندير فيها الصوص العسل لا كندير فيها العسل كتجيني زوينه ماشي بحال اللي مسوسه والله السكر من اللي حافظه كتاكلها انا فاكره واحد القضيه ما كنتي قليله حافظه وي راه ملي كتاكل تاكل شويه وتسخر لور راه هذاك هو اللي تعب زايدين عليه اللوز اللوز الزنجلان الزنجلان سميتو عرفت انت هذا خويا عمرك ما كدرت منو كندوخ هذا حيت فيه الكوزه كندوخ بصح كوزه حرام انت اللي سمعت هاد الايام والناس كيطيبوا بها بوم دايره بوم فيك الله عليك حنايا حنايا ما قاريينش حتى لتم حدنا تالت كيديروها في السفوح بزنا